الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقوم بإنشاء دورة ASP.NET MVC باستخدام لغة البرمجة سي شارب. طيب، وسنتناول فيها وحصريا باستخدام التلريك كيندو يو اي تولز. طبعا هي تولز متطورة جدا، مريحة جدا، من خلالها تقوم بإنشاء تطبيق سهل الاستخدام ومستوى احترافي كبير. وهذه الدورة تقريبا التولز هذه ما أحد شرحها أعتقد من قبل في الوطن العربي. إن شاء الله حنتطرق إلى أهم كنترول فيها اللي هي الجريد، وحنشوف كيفية استخدام الإضافة والحذف والتعديل والبحث والفلترة وكل ما يتعلق بهذا الكنترول. الصراحة كنترول رائع جدا، يعني كل ما تحتاج إليه موجود في هذا الكنترول، من بيجينج، سورتينج، الفلترينج، أي شيء أنت عايزه موجود في الكنترول هذا. وطبعا في النهاية حيكون عندنا تطبيق بهذا الشكل، حعلمكم كيف نعمل بوبيوليت للجريد، كيف نعمل نيو بالبوب أب ونعمل إديت، وكيف نشوف البوتونز هنا إديت وديليت وأد نيو، ونرحل للاكسل كمان، وهنعمل بيجنج وسورتينج فلترينج، كل ما يتعلق بالجريد. وتطبيق رائع، كنترول رائع الصراحة. تابعوني في الدروس القادمة بس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.